تدعوكم حسينية المرحوم الحاج داود العاشور في ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الأربعاء المصادف 24 من شهر الواحد عام 2024 في تمام الساعة 7 مساء، وبمشاركة الخطيب السيد جعفر المروج والشاعر سامي العبادي والشاعر مصطفى حرب والرادود ملا حسن الصالحي والرادود قحطان البديري وقارئ القرآن محمد نزار الربيعي وعريف المهرجان سيد السلامي، ويكون النقل المباشر على قناة العقيلة الفضائية وقناة الحسينية على اليوتيوب.